ورجعنا من جديد، واليوم ذكرى بيعة الملك سلمان الثالثة. حنروح مباشرة إلى الرياض مع الزميل فهد بن جريد. ويسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير غادة، صباح الخير هاني، أهلا وسهلا فيكم في هذا اليوم الجميل والتاريخي والمجيد. المملكة العربية السعودية تعيش لحظات سعيدة جدا. صحيح. ما شاء الله تبارك الله، مناسبات مجتمعة مع بعضها، وعلى رأسها مناسبة الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، هذه البيعة المباركة التي يجدد الشعب السعودي في صورة تلاحم فريدة على مستوى العالم، كنوع من الاستفتاء الشعبي لهذا القائد العظيم الذي يقود هذه الأمة السعودية التي ولله الحمد تخطو خطوات هامة وكبيرة جدا في نقلة نوعية نحو تأسيس دولة شابة جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. على بعد أقل من 24 ساعة من إقرار أكبر ميزانية في تاريخ السعودية، أصبح السعوديون في هذا اليوم وهم يلهثون بالدعاء لله عز وجل بأن يديم خادم الحرمين الشريفين ويمنح القوة والتوفيق والسداد هو وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان في الذكرى الثالثة للبيعة. في عمر الزمن 3 سنوات هي 1062 يوم هجري، ولكنها كانت 1062 يوم عمل جادة حققت ما لم تحققه عقود وسنين في بلدان وفي دول كثيرة والله الحمد. مباشرة إلى الدكتور إبراهيم النحاس عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود لنتعرف على هذه الحقبة الزمنية في عهد خادم الحرمين الشريفين والقراءة لها. دكتور صباح الخير أولا، وذكرى مباركة كيف تعلق؟ نعم، صباحكم الله بكل خير أنتم المشاهدين الكرام، ونشكركم على هذه الاستضافة الكريمة في هذا اليوم المجيد وفي هذه الذكرى الغالية علينا جميعا. وكما أنتم نجدد نحن جميعنا باسمنا وباسم أيضا الشعب السعودي الكريم الولاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الكريم بهذه المناسبة الغالية علينا جميعا. وكما تفضلت أخي الكريم أستاذ فهد، نعم هي بعمر الزمن تبدو قصيرة بعدد الأيام، ولكن بمنجزات وما تم إنجازه خلال هذه 3 أعوام عمل كبير جدا بجميع المستويات، نظرنا لها على المستويات الداخلية، المستويات المؤسساتية والبناء المؤسساتي وإعادة البناء حقيقة المؤسساتي للدولة السعودية بتثبيت وترسيخ المفهوم الأمن والأمان الذي يعيشه المواطن السعودي والشعب السعودي في داخل هذه الدولة الكريمة، بما تشهده الدولة من عزة وكرامة في علاقاتها الخارجية، بسمعتها المتزايدة حقيقة في على الساحة الدولية. كل هذه حقيقة منجزات نستطيع استعراضها، نستطيع التحدث عنها بكثير حقيقة من الساعات ومن أيضا الأحداث التي تدل بأن هناك عمل كبير جدا تم عمله وتم أيضا إنجازه خلال هذه الأعوام الثلاثة. فيما يخص دكتور منح الشباب المجال الأكبر، يعني فيما بات يعرف لدى كثير من المحللين والدبلوماسيين والسياسيين في إنشاء الدولة السعودية الشابة أو الدولة السعودية الرابعة. نعم، يأتي على رأس هذه المنجزات فيما يتعلق بالشباب والجيل الشاب وجود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد، ويمثل هو الجيل الشاب. فإذا كان هذا اهتمام خادم الحرمين الشريفين على هذا المستوى، فحتما سيدل دلالة مباشرة بأن خادم الحرمين الشريفين اهتم بشباب هذا الوطن خير اهتمام. ونعلم بأن جل الشعب السعودي يعتبر من الجيل الشاب، ولعلنا نستشهد بما قاله سمو ولي العهد بأن 70% من الشعب السعودي يمثل الجيل الشاب. وبالتالي إذا كان هذا الاهتمام على هذا المستوى، أيضا تبع هذا الاهتمام أمور أخرى تتعلق بإعادة البناء الدولة على أساس أن يكون للجيل الشاب ولتطلعات الجيل الشاب، وليكون أيضا مستقبل هذه الدولة الذي يستطيع بناؤه الشباب المرحلة المستقبلية هو الذي يهدف له خادم الحرمين الشريفين. من النقاط الهامة دكتور في هذه الحقبة الزمنية، نعم، الأولى لحكم خادم الحرمين الشريفين المديد الإصلاحات، نعم، داخل المملكة، وهذه صحيح كانت خطوة محط أنظار كثير من المراقبين في مختلف أنحاء العالم. نعم، ومن يتطلع على سبيل المثال الأحداث الدولية وتغطيتها لما يحدث في المملكة العربية السعودية يدل بدلالة مباشرة بأنه جميع الإصلاحات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في الداخل السعودي حظيت باهتمام عالمي وتغطية عالمية حقيقة، لأنه عادت أن تموضع جميع المؤسسات في الداخل السعودي لتبني للمستقبل، لتؤسس لمرحلة جديدة، لتهتم أيضا بجميع القطاعات سواء فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية التعليمية وغيرها، أو فيما يتعلق ب
مكافحة الفساد وأيضا الضرب بيد من حديد في هذا الجانب حقيقة، وهذه من النقاط المهمة جدا التي تؤسس لمنهج جديد في الدولة السعودية وإدارتها. جميل. أنا أشكرك دكتور إبراهيم على حضورك هذا الصباح الجميل في هذا الجو الطلق. نعم. وأتمنى لك إن شاء الله التوفيق. شكرا لكم. شكرا لك. الله يحفظك. طبعا غادة هاني عندما نتحدث عن يوم البيعة فهي يعني فلسفة إذا جاز التعريف بها عالميا، ينظر العالم إلى البيعة بنظرة عرفت في الشرع الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمسكت بها القليل من الدول والمملكة العربية السعودية على رأسها في منهج إسلامي فريد من نوعه في العلاقة ما بين الحاكم وما بين المواطن، وإن شاء الله تتكرر هذه الأيام أكثر وأكثر بإذن واحد أحد. فالملك عبد العزيز منذ تأسيسه لهذه البلاد تعودنا في كل سنة ومع مرور البيعة تعود الأجداد والأباء ومن ثم الآن الأبناء، وسيتعود إن شاء الله الأحفاد على هذا السلوك. نعم. الحضاري لهذه العلاقة. نعم. الوطيدة. صح. والفريدة من نوعها ما بين الحاكم والمحكوم. نعم. في بلادنا. شكرا لك يا فهد، تحياتنا لك ولضيفك الكريم. الآن نروح لهدى ونشوف أبرز التغريدات. أكيد يا هاني، جتنا تغريدات كثيرة، منها شهد قالت على العهد ماضون نجدد الولاء والبيعة، ولينا قتط الله في عمرك وحفظك لوطنك وشعبك سيدي. حساب الدفاع المدني أيضا غرد وقال نجدد البيعة لقيادتنا الرشيدة على السمع والطاعة. جواهر قالت للحزم والعطاء نجدد المبايعة ونقول بفخر سمعا وطاعة. يعطيكم العافية، راح أرجع لكم إن شاء الله في الساعة الثانية وأخبار السوشيال ميديا. شكرا يا هدى. طبعا نحن بهذه المناسبة نقول أطال الله في عمر خادم الحرمين الشريفين، حقيقة 3 سنوات تحمل الكثير من الإنجازات والتطور والتقدم. كنت كثير من يعني بثلاث سنوات التغييرات اللي فيها ممكن في بعض البلدان تصير ب30 أو 40 سنة. صحيح. أنا دائما التقدم إحنا 3 سنوات وخاصة المرأة السعودية يعني إنجازات عديدة يمكن شهدتها. نعم. في هذه 3 سنوات، وإن شاء الله حنشهدها في السنوات المقبلة. صحيح. الله يطول لنا في عمره يا رب. أمين.